شايف يعني عمره حصل لك موقف زي كده انه تلخبطت وحطيت كزبره بدل البقدونس او العكس؟ يعني الكزبره باين على نحن عندنا خبره از شيف اكيد، ويعني النجم نفرق بسلتاي شنو البقدونس وشنو الكزبره، اما فما حاجه اخرى لازم نقولها اللي هي الكورياندر، هي الكزبره الناشفه بالضبط اللي تعطي ريحه ثانيه، يعني مش نفس الريحه، يعني اللي ما يعجبوش الكزبره النجم ياكل الكورياندر سيت بيعطي طعمه كثير حلو بالقبار، بنخلطها برضه وتستخدم في سبايس مع بالضبط. طيب كده احنا خلصنا البيستو، بس مكوناته كزبره افوكادو ولا ما في؟ لا البيستو هو مثل البيستو بالضبط، الحبق الطلياني اللي فيه جبنه البارميجانو ريجانو وفيه السنوبر من جوا، اوكي، زيت الزيتون، يا سلام، الثوم والكزبره، الكزبره بدل الريحان بدل الحبق، بدل الحبق، وبتتحط على الفوكاشا او الخبز وكده، تقدر تاخذ اي خبز، اي خبز متقرمش، يا سلام، بتحط عليه الكزبره البيستو، الكزبره من فوق مثل هيك، وتعمل مقبلات كثير حلوه وسهله صراحه. صراحه شيء يفتح النفس كده خصوصا مع السوردو. شيف نبيل شكرا لوجودك معنا في هذه الصباح، شكرا على هذه الاطباق الجميله.